أحد آخر الناجين من محاورة الإبادة الأرمنية. العمتة يوستوباليون غادر مدينة جبال عن عمر 111 سنة. قضى كل العمر ناطر يشوف العدالة لبلده الأول أرمينيا. قضى كل العمر ناطر كمان يشوف السلم والعدالة لبلده لبنان. راح العمتات يوستوباليون عن عمر 111 سنة وسط استمرار مجازر وتطهير عرقي وقتل أطفال، والسبب هو عدم الاقتصاص من المجازر اللي سبقت. الإفلات من العقاب بخلي المجازر تستمر والقتل بيستمر. الإفلات من العقاب هو أخطر شيء بواجه البشرية. بدي أعزي عائلته وبدي أطلب منهم دايما أن نطالب بالعدالة. العدالة هي اللي بتحمي الأجيال الجاية، والعدالة هي اللي بتخلي روحه أن ترقد بسلام.